الشيخ الشهيد المجاهد العالم الشيخ النمر بهذا الموقف. لماذا نهض؟ لماذا قام؟ كان يمكن أن يسكت، كثير من الناس ساكتون، ولكنه نهض وتحرك. ويبهر الإنسان لشجاعة هذا الشيخ. تصوروا أن هذا الشيخ يقف في وسط أرض الحجاز، أرض الحرمين، وبهيمنة كاملة من آل سعود، بطغيان هذا النظام، بجبروته، بظلمه، يقف لوحده ويسمي بالأسماء سلمان ونايف وينتقدهم ويقول لهم سوف تسقطون، ويحرض تحريضا شرعيا فقهيا ضدهم. من يفعل ذلك؟ في كل الحجاز سمعنا صوت هذا الشيخ، وحقيقة حقيقة بجهاده وصوته أقل ما يستحقه من الله وهذه الشهادة وهذا الدم وهذه العاقبة الحسنة التي نقبضه عليها. أولا، الشيخ الشهيد كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كجده الحسين، كأمير المؤمنين، كالأنبياء، كالصالحين. إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هكذا كان الشهيد النمر.